السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل جديد أول بأول، ولايك وشير. هنعمل النهاردة مع بعض كيكة، بس هنقدمها بشكل مختلف وشكل جديد، شكل جميل يفتح النفس، شكل جميل يفرح أولادك. هشة طرية طعمها جميل جدا، فيها حشوة جميلة قوي، غير الجناش والسكر اللي احنا حاطينه على الوش ده بيديها طعم رهيب. يلا نبتدي بالمقادير. عايزة اعرفكم بس قبل ما اقول المقادير، انا حضفت نص مقدار اللبن بتاع الكيكة العادية لان عايزة الكيكة دي تبقى قوامها سميك عشان اقدر اشكلها. انا هحتاج 2 كوباية من الدقيق، انا نخلتهم وحطيت عليهم ذرة ملح، 1 كوباية من السكر، 1/2 كوباية من الزيت، 1/2 كوباية من اللبن، بيضة واحدة، فانيليا طبعا عشان البيض، وهاخد 2 معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الدقيق لو نخلتيه 1 أو 2 أو 3 هيكون كويس جدا، لان ده هيدي هوا للدقيق ويدينا هشاشة للكيكة بتاعتنا بعد ما تستوي. هأكد عليك انا ضفت نص مقدار اللبن لان عايزة مقدار قوام الكيكة سميك. هضيف 1/2 كوباية اللبن في الخلاط، انا هعمل العجينة كلها في الخلاط زي ما انتم متعودين معايا، وهضيف 1 كوباية السكر، وهضيف 1/2 كوباية الزيت، وعندي البيضة انا بتاعتي كسرتها في طبق وضفت لها ذرة من الفانيليا. طبعا مهم الفانيليا للبيض علشان زفرت البيض، واحطها على المكونات اللي انا حطيتها في الخلاط. الكيكة في الخلاط بتبقى سريعة جدا وبتسهل عليكي. انتي بتضربي كل المكونات في الخلاط وبعد كده في بولة بتضيفي الدقيق والبيكنج باودر ويبقى الكيكة بتاعتك جاهزة. انا كمان هضيف 2 معلقة من الخل علشان زفرت البيض، ولان الخل بيدي هشاشة وطراوة للكيكة بتاعتي. هبتدي اشغل الخلاط بتاعي على السرعة العالية من 5 دقايق ل7 دقايق علشان ادي هوا كده ادي هوا للمواد السائلة اللي انا حطيتها في الخلاط علشان يساعد ان الكيكة بتاعتي بعد التسوية تبقى هشة. ضفت كمان البيكنج باودر على الدقيق وقلبته كويس جدا. هبتدي اخد الخليط اللي انا حطيته في الخلاط احطه في بولة وهبتدي اعجن الكيكة بتاعتي. هاخد 1/2 معلقة من الدقيق وبعدين اضيفهم على السايل اللي انا ضربته في الخلاط، واول ما الدقيق يختفي هبتدي اضيف 2 3 معالق من الدقيق تاني. مش هضيف الدقيق كله دفعة واحدة علشان الكيكة بتاعتي ما تهبطش، لان انا مدخلة كمية كويسة من الهواء اثناء خلط المكونات السايلة في الخلاط، فانا عايزة احافظ على الهواء موجود في العجينة علشان الكيكة بتاعتي تبقى هشة وتبقى طرية. زي ما انتوا شايفين كده ومتعودين معايا، بضيف الدقيق في السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط، واول ما بيختفي بضيف 2 3 معالق من الدقيق، وهكذا لحد ما تتكون معايا العجينة. انا قلت لكم ان العجينة دي احنا عايزين قوامها يبقى تقيل شوية علشان تساعدنا في التشكيل. زي ما انتوا شايفين كده سمكها اتقل من قوام الكيكة العادية. انا حضرت كيس حلواني وحطيت فيه قمعة. القمعة اي شكل مش هيفرق، هو مجرد ان انا اقدر اتحكم في السائل العجينة بتاعي وهو نازل. بس عايزة اوريكم فكرتي في تشكيل العجين، لان انا عايزة الوحدات كلها تكون متساوية علشان الزقهم على بعض. فانا عندي صينية دهنتها زيت وبطنتها بدقيق، وعندي 2 كوباية بلاستيك ضغطت عليها شوية لان انا عايزة اعمل شكل بيضاوي، وبالكوباية بضغط كده على الصينية فبتديني شكل الكوباية، بتديني الشكل اللي انا هرسم عليه العجين. دي كانت فكرتي. انت ممكن تنزلي العجينة دواير مرة واحدة، مش شرط تعمليها بيضاوية زيي، بس كانت الفكرة دي عجباني وحبيت اعرفها لكم. يعني حد كان هيقولي من الاول انت طلعتي الاشكال كلها متساوية ازاي، اديكي شفت بكوباية عملت علامات في الصينية، وهبتدي انزل بالعجينة بتاعتي اللي انا حطيتها في الكيس اعمل وحدات بيضاوية.
همشي بقى على العلامة اللي انا عملتها من الكوباية، وخلي بالك خلي في مسافة بين العلامات علشان وحدات الكيك ما تلزقش في بعض. انا عملت واحدة، هبتدي اعمل التانية. لو ما عندكيش كيس حلواني ممكن يبقى في كيس لبن، وتفتحيه فتحة صغيرة وتنزلي العجينة بنفس الشكل، مفيش اي مشكلة، مفيش حاجة توقفك، اللي موجود عندك اعمليه. انا ابتديت اكون بقى بقية الوحدات بتاعتي زي ما انتو شايفين، وهبتدي اخبزهم على فرن درجة حرارته 160 لحد ما تحمر من فوق ومن تحت. انا حطيتها على الشبكة الوسطانية. شايفين بقى وحدات الكيك بتاعتي بعد ما استوت جميلة ازاي، احمرت من فوق وقعرها كمان احمر جميل ازاي، دهبي فاتح مغمقتهاش. هبتدي بقى اخد وحدات الكيكة بتاعتي وابتدي الزقها بمربى زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت كل اتنين على بعض، كل اتنين مقاس واحد حطيتهم على بعض عشان شكل الساندوتش بتاعي يبقى حلو. ودي مربى 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 مشمش، دي مربى مشمش هلزق بيها وحدات الكيكة بتاعتي. ممكن عايزة تلزقي بنوتيلا الموجود عندك، الزقي بيه، بس انا بحب جدا مربى المشمش في الحلويات، بتدي طعم جميل جدا. ومربى المشمش انسب نوع مربى للحلويات عموما، لانها بتدي قيمة في الطعم للحلويات وما بتغيرهوش. يعني ما ينفعش نحط مربى تين مثلا، حابة تحطي مربى فراولة مش مشكلة، بس انا بفضل في الحلويات مربى المشمش، بتدي طعم حلو. وبدأت ارش على الوش كده سكر بودرة، حطيته في مصفى اللي هي بتاعت الشاي، وعلى كل واحدة كده رشيت رشة خفيفة من السكر عشان ادي شكل للكيكات بتاعتي. هو مش كتير لان هي طبعا الكيكة فيها سكر، انا يعني بضيف السكر للوش للديكور للشكل مش اكتر. وبشوكولاتة انا مسيحاها، حطيتها في كيس حلواني اللي هو البلاستيك ده، وعملت شكل كده على وشها، خطوط كده رايح جاي، شكل بسيط عطى شكل جميل وعطى شكل حلو للسندوتشات بتاعتي، سندوتشات الكيكة. وحطيت في النص كده حبة كريز، قلت يعني اكسر بقى اللون البني ولون الكيكة، قلت يعني اقدم بشكل حلو. لو عجبكم الشكل قولولي بقى الشكل عجبكم ولا لا. كانت فكرة بسيطة جدا للتقديم، بس حبات الكريز عطت بهجة للطبق وعطت شكل جميل. كيكة جميلة قوي، اعمليها لضيوفك شكل مميز، غير الكيكة العادية اللي احنا بنعملها في صينية ونقطعها، غير الشكل التقليدي. ان شاء الله انتظروني هقدم لكم اشكال كتير من الكيك من غير قوالب ومن غير قبات ومن غير حاجة خالص، هنعملها زي الفكرة دي وهنعمل حاجات احلى واحلى كمان. لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي مطبخ توتي، اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد من كل وصفة جديدة انا بعملها. شايفين بقى الشكل تحفة وجميل ازاي؟ شايفين بقى لما تقدمي لحد لوحده، انا حطيت اتنين كده في طبق وزودت لهم الشوكولاتة اللي على الوش، وضفت ضفت في الطبق المكسرات والكريز. انا اخدت منها قطمة كده طعمها حلو قوي، جربوها هتعجبكم. واللي يعملها بطريقتي يدعي لي دعوة حلوة. شايفين بقى الشكل جميلة جدا، حتى لو عندك عيد ميلاد وعملتيها مع اصناف الحلويات شكل مميز وجديد ومختلف، والطعم حلو قوي كمان. ممكن تغيري في الحشوات زي ما انت عايزة، ممكن تحشيها كريم شانتيه سادة، او كريم شانتيه بالشوكولاتة، ممكن تحشيها النوتيلا، او تسيحي شوكولاتة وتلزقي بيها، يعني الموجود عندك. ابدعي بقى بطريقتك، انا عطيتك الفكرة وانتي طوري زي ما انتي عايزة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايكات كتير عشان الفايدة تعم. لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي مطبخ توتي، اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل جديد من القناة اول باول ان شاء الله. انتظروني في وصفات كيك كتيرة وجديدة، وانتظروني في رمضان بأقوى وصفات للحلويات الشرقية، هعمل لكم حلويات تحفة
هتعجبكم جدا، هتبهري بيها أسرتك وهتبهري بيها ضيوفك. بس تابعيني مطبخ توتي، ألقاكم في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.